مسرحية تشارلي تشابلن مسرحية ميوزيكال، مسرحية موسيقية حقيقية. هي مش مسرحية كوميدية، مش هتروح تسمع إفيهات وتروح وانت بتضحك، انما انت هتقعد تشاهد جمال من البداية الى النهاية، تشاهد متعة، تسمع موسيقى رائعة، تشاهد أداء حركي متقن، تشوف رؤية إخراجية معتبرة، تشوف أداء تمثيلي متقن للغاية، تشوف كلمات شفافة ومعبرة، والأهم إنك تشوف انتصار لمعاني حقيقية خالدة، تشوف انتصار لمعاني الإنسانية، لمعاني الحرية، لمعاني التسامح، لمعاني الفن والإبداع. كتير من المشاهد هتحس ان انت بتتوحد معاها وتقول ايه ده، هو ليه العالم لسه بيحاول يثبت الافكار دي ما انها افكار بديهية. تحية لكل صناع مسرحية تشارلي شابلن، تحية لحالة الفخر اللي احنا حسينا بيها كمشاهدين لشباب مصري عملوا عمل يعتبر نقطة تحول في المسرح الموسيقي في مصر والعالم العربي. مسرحية وأخيرا قولا واحدا، أخيرا أكثر من اشتكى في الحلقة دي هو إيهاب عبد الواحد، مع أنه عمل شغل حلو جدا. أنا استمتعت، أنا في رحلتي كلها بجد بجد دي من اكتر الحاجات اللي انا استمتعت بيها، لانها يعني حققت احلام طفولتي بجد. ايهاب عبد الواحد هيختم معانا باغنيه يختارها من العرض. هنحرق واحده كمان؟ يلا فعلا يلا. ما ده اصل انت مش عارف المعز اللي بينا، احنا عملنا حلقات تاريخيه سوا. لا لا انا بس مش عايز اقول لا 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 خد بالك، انا بدايتي من هنا برضو. لا ايهاب عبد الواحد يا جماعه، لا 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 انا ما عملت بدايتي من هنا برضو. إيهاب عبد الواحد كان مع فرقة بساطة والموهبة كانت بتتنطط الحقيقة. عمر مدام منى بتعدي موهبة والله العظيم. أشكرك أشكرك يا إيهاب. هتسمعنا إيه؟ والروح الشابة التي تثبت انه البلد دي بلد تلد الابداع يوم بعد يوم في ابهى صورة. شكرا جزيلا. عارف في سينا بيحصل ايه؟ سهر والهام هايل 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 محمد فهيم.
تحفه تحفه. شكرا شكرا. صناع تشارلي تشابلن. تشارلي تشابلن شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.